بيستغلوا دائما بوزارة السياحة انه نحول لبنان الى ساحة فرح وساحة مهرجانات وساحة جمال، لانه لبنان هالبلد المقدس هالبلد الحلو حرام بعد عيد الاجرام عم تعبس فيه، عم تهجر له ابنائه، رغم انه الايجابية الوحيدة من الهجرة هي انه عم تزرع هيك سنابل مثلكم بكل انحاء العالم. ميرسي كثير. تودي تودي. باسكال بتحب توجه شيء لمعالي الوزير؟ اكيد اكيد معالي الوزير، انا بدي اقول نحن بدنا نعزي بعضنا لانه نحن كلنا رحلنا اهل وقرايب بحرب اللبنانيه، ولاجل هالبلد يعني من اجل الاراضي اللبنانيه فقدنا كثير ناس مثل حضرتك ونحن وكل العالم يلي هلا عايشين بالدياسبورا. ما بعتقد في عائله ما فقدت شخص او شخصين من عائلتها، وهيدي نحن بنعتبرها يعني دم شبابنا يلي هي افدينا فيها كرمال لبنان، وبعدنا لهلا ما زلنا من بلاد برا مش عم نقدر نتخلى عن هالبلد، وباذن الله وبعونتكم مثل اشخاص مثل حضرتك نحن عنا امل كثير كبير بانه هالبلد بضل، وانه نحن شبابنا ما عادش نفقدهم وهالحرب ما عادش تنعاد، بتنذكر وما بتنعاد. فانا بدي وجه لك تحيه لك ولعائلتك، وطبعا بنعزيكم للمره الثانيه، ويعطيك الف عافيه لانه حبيت تشاركنا مسيو ايلي. انا بشكركم وبشكرك على هالمداخله الحلوه، وبدي اقول له بشكركم كلكم طبعا، وبنقول له لطوني انه الهمه همته، نحن اتفقنا اني روح لعندكم، وبالتالي انا حاضر بلحظه اللي انتم بتشيروا اني اكون معكم بالسويد لحتى نلتقي بكل اهلنا هونيك ونحكي مطولا عن لبنان وعن احلامنا للبنان الحلو، وان شاء الله يجي اليوم يلي بنرجع فيه كلنا على لبنان ونرجع كلنا سوا نقعد نشرب بالبردوني ناخذ الخريان وناخذ لبنان بكل طوافه وهيدي امين مجلس. امين امين. دكتور جوزيف، انا بحب بتوجه لمعالي الوزير. اول شيء بحب اتوجه لك معالي الوزير اول شيء بدي هنيك بالسلامه، لانه هلا حضرتك موجود معنا شهيد حي بمناسبه انه القدره الالهيه قدرت تطلع بوجهنا وبوجهك ويعني تخلصك من هالمشكله اللي مرقت، وان شاء الله غيرها كمان بيمرق بخير. وبذات الوقت بنقدم لك تعازي على خيك وخينا يلي فقدناه من سنه، وبدي اقدم كمان التعازي للحضور والمقاومه المسيحيه بشكل عام بالشرق، لانه ما في لزوم نكذب على بعضنا، الحضور المسيحي مستهدف بهالشرق، هذا شيء واضح. انا حابب اسمع اصوات اخواننا العرب والمسلمين، شو رأيهم بهالاشياء اللي عم بتصير؟ حابب اسمع اصواتهم برفضهم للشيء اللي عم بيصير. في ناس اصوات هيك كثير مستحيه عم تطلع، بتمنى تطلع من مصادر السلطه، من المراجع، بتمنى تطلع من المسؤولين اللي هن موجودين بالسلطه وبايدهم القرار. وبتمنى كمان انا نلتقي بالسويد اذا الله راد بشي برنامج يمكن قريبا نستضيفك او نلتقي فيك بحضرتك هون. الله راد وانا شاكر، ونحن رح نضل مستمرين بنضالنا لتضل جراحه كنيستنا الدق بلبنان وبالعالم، وبهمتكم وهمه كل الناس اللي بيحبوا هالوطن وهالمسيحيه يلي ايمانهم بيتحدى الصخور وبيتحدى الدهور، ورح نبقى هون نقول نصلي لله ليضل حيلي هالتوكي. تودي معالي الوزير، ميرسي كثير، يعطيك الف عافيه وان شاء الله قريبا نشوفك. يا ان شاء الله، شكرا لكم، شكرا. يا مثل ما شفنا هلا انه بس حبينا نحن نطمن ناسنا واهلنا اللي كانوا كثير قلقين على الشيء اللي صار، واتصال هلا مع معالي الوزير بس لناكد انه هو بصحه جيده والشيء اللي صار يعني انه في سلطات هلا عم بيعالجوه، يعني مثل ما قلنا نحن قد ما عم نحكي ونطمن ناسنا ما عم يقدروا، لكونه هلا هو اكد بهالموضوع بالذات. لنرجع لموضوعنا لكان. نعم.
ايه ملفون جوزيف يعني على بعتقد ما حنقاطعك هلا. موضوعنا يعني عنده اهميه من بعدين، اول شيء بعد الهويه الثقافيه تبعيتنا والحضاريه، وثاني شيء موضوع هويه لغتنا. السؤال اللي كان مطروح هو اللغه الاراميه، يعني اللغه الاراميه هي من اقدم اللغات بالعالم اللي عايشه اليوم، في كتير لغات قديمه بس ما عايشه اليوم. الميزه اللي بتتميز فيها اللغه الاراميه هي انه من اقدم لغات العالم اللي اليوم بعدها عايشه بشكل من الاشكال. يعني نظريه انه السرياني او الارامي لغه ميته فينا نشيلها من راسنا يعني. طبعا اللغه الاراميه ما لغه ميته. صح. الاراميين اللي ما بيحكوا ارامي هن ميتين. هيدي انا بدي استعيرها من الملفونو يوسف كالو الله يذكره بالخير بامريكا. كنت عم بحضر اول صف سرياني عنده بجامعه الكاثوليك. نحن بنعتبر انه تعلمنا السرياني بدير الشرفه يعني مرجع اساسي من مدارس اللغه السريانيه. وانا كنت اعلم اللغه السريانيه كمان. بس اول درس حضرته عند الملفونو يوسف كالو بالكاثوليك كان بنموذج جديد بطريقه جديده بطريقه حديثه ومعاصره بتعلم اللغه السريانيه. انا هيدي عم بعمل بارانتيز قصه بس لها علاقه بقصه حياه اللغه السريانيه او حيويتها. ف بيطلع واحد من الصف من عنا اللي متاثرين من الفكر العروبي المعاصر يلي بيقول انه اللغه السريانيه ميته. سمعوا للملفونو يوسف كالو بالصف عم بيحكي سرياني. انا كان اول صدمه بحياتي لالي عم بحضر صف بصف السكوند يعني بعد سنه بالبكالوريا رح كون اول مره بقعد بصف بشوف انسان واقف قدامي استاذ سيفيل لابس كرافات مش خوري ولحيه مش راهب شاب سيفيل لابس كرافات عمره بالثلاثينات واقف قدامنا وعم بيحكي سرياني كرج. واي سرياني؟ مش السرياني المحكي، السرياني النحوي تبع الكتاب كتابو نويو. انا كانت اول صدمه بتطلع هيك عم بيحكي سرياني بالصف. اوكي ما خلصت هونيك، بلشوا الشباب الاخوه الرهباني اللي معنا رهبان الكاثوليك يعني رهبانيه مارونيه، بلشوا الاخوه الرهبان اللي معنا يحكوا معه بالسرياني. انا خجلت، انا مش هيك قدهم سرياني. حسيت حالك على جنب يعني. حسيت حالي انا مهمش انه انا ولا مره سامع هيك. هلا بين الشباب اللي كانوا معنا من زملائي شاب من دمشق كمان سرياني من طائفه سريانيه، ومش هيك سرياني، كل شيء بيعرف سرياني بيعرف يقرا كتب الصلاه. بس كمان مثلي ولا مره سامع واحد عم بيحكي سرياني هيك عم بيفيض بالسرياني. شوي قد ما انصدم هذا الشاب اسمه الصغير غسان، مش رح اقول اسمه الثاني لانه ما في لزوم يعني هذه ما بتشرف كثير. قام قال له للملفون يوسف قال له هيك فرد مره واقف هيك قدامه وقال له هيك بلهجته الشاميه الحلوه، قال له استاذ شو عم تحكي سرياني؟ السرياني ميت اللغه ميته، شو عم تحكي سرياني؟ هيك بكل وقاحه. بيقوم استاذ ملفونو يوسف قال له بيجاوبه هيك بهالعباره يلي ما بنساها بحياتي، قال له ليشونو سوريويو ليتو ميتو الو سوريويو دلما ني سوريويو ميتا انون. اللغه السريانيه منا ميته بس السريان اللي ما بيحكوا سرياني هن الميتين. وفعلا اللي بيقرا بعض نظريات الهوية القومية في بعض المناظرين بيعتقدوا انه اللي بيفقد اللغة بيفقد الهوية القومية تبعيته. هلا في نظريات تانية بتقول لا، اللي بيفقد اللغة بيفقد بس عنصر من عناصر القومية اللي هي التمكن من التكلم باللغة تبعيت القومية. بس انه المهم انه هالنظرية عند بعض الاشخاص إلى وزن انه اللي فاقد لغته بيكون على طريق فقدان الهوية. فجوابه كان عقده تمام هالجواب. هذا بس تقول انه اللغه السريانيه ما لنا ميته بس السرياني اللي ما بيحكوا سرياني على طريق الموت، اذا مش ميتين على طريق الموت ان شاء الله ما نكون منهم. وبتمنى انه كل واحد ما بيعرف سرياني يبلش يتعلم له كم كلمه على القليله يقول بعرف اقول هالكلمتين. ومعظم شعبنا سرياني بيعرف كم كلمة يعني مش ضروري انه بيكون بيحكي بطلاقة بس بيعرف على القليل شوي بفضل طبعا الكنيسة وبفضل التراث اللي محافظين عليه. صح. تنرجع لموضوع الجواب علميا، اللغة الارامية مثل ما قلنا من اقدم اللغات اللي بعدها عايشة لليوم المحكية الموجودة على الارض. مظبوط. هلا الارامية اسم شامل مثل شمسية لعدة فرايتيز
فاريتات، يعني عدة أنواع من أو لهجات من السرياني أو من الآرامي. اللهجات الآرامية العايشة اليوم